منذ نشاه الحرس الثوري الايراني وهو يحظى بميزانيته الخاصه غير المعلنه وربما شبه المفتوحه تلبيه لمصالح طهران واهدافها على المدى القريب وحتى البعيد. ومع تنامي سياسه طهران العدوانيه نحو دول الجوار وتدخلاتها في شؤون اكثر من دوله بشكل مباشر او غير مباشر يبدو ان قادة ايران اعلنوا عن تخصيص ميزانية اضافية بملايين الدولارات للحرس الثوري وللبرنامج الايراني الصاروخي المثير للجدل بما يؤكد مخاوف الكثير من الدول بشان المآرب الايرانية المريبة في المنطقة. وقائع تدل بما لا يدعو للشك ان ايران ماضية بلا هوادة في سياسة ارسى دعائمها المرشد ويكملها من اتى بعده بنفس الاصرار. لطالما كانت تلك الصواريخ البالستيه محورا للشد والجذب بين ايران والولايات المتحده لكن يبدو ان قرارات مجلس الشورى الايراني الاخيره قد تنقل المشهد الى المربع الاخطر في هذا التصعيد. إذ صادق المجلس على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي وتعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان للتصديق على ما سماه مشروع مواجهة الإجراءات الأمريكية المتهورة في المنطقة. تقول السلطات الإيرانية إن الإجراء خطوة أولى رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في يوليو الماضي حزمة جديدة من العقوبات لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية. إلا أن ملايين الدولارات التي أعلن مجلس الشورى الإيراني تخصيصها شملت أيضاً تعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني. أمر يفسره كثيرون على أنه إصرار من طهران على مواصلة نهجها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر الحرس الثوري إذ لم يعد خافيا الدور المشبوه لتلك القوات الإيرانية لدعم الميليشيات الطائفية في مناطق الصراع بالشرق الأوسط إذن تبعث السلطات الإيرانية عبر مجلس الشورى رسالة مزدوجة مفادها مواصلة تهديد أمن واستقرار المنطقة بالصواريخ وبالميليشيات الطائفية التي تدعمها، لكن بعد تلك القرارات يرى خبراء أن العلاقة بين إيران وإدارة ترامب ربما دخلت إلى مرحلة العودة في التصعيد. معنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نادر موسكوي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار أه برأيك ما الدافع الآن في هذا التوقيت لأن يتم تخصيص ميزانية إضافية للحرس الثوري في الجمهورية الإيرانية؟ الحرس الثوري طبعا كان دائما مدعوما بقوه من النظام الايراني ال 520 مليون دولار طبعا هي اموال اضافيه تذهب الى طبعا بعضها طبعا لقوات القدس وشيعات او الميليشيات الشيعيه وايضا لبرنامج الصواريخ هي يظهر بانه فقط تحرك ضد هذه العقوبات التي فرضت من قبل الكونغرس الامريكي والتي وقع عليها الرئيس ترامب خلال هذا الشهر ولكن الى جانب هذا فإن ايران كانت دائما تريد ان تعزز تعزز طبعا قوة برنامجها برنامج الصواريخ وايضا قوات القدس والميليشيات الشيعية مع الاموال التي الان لديهم طبعا بعد الاتفاق النووي وبعد رفع العقوبات، اذا هذا جزء من ذلك وهذا كله يقع تحت مبرر العقوبات التي فرضت على ايران من قبل الولايات المتحدة لكن عندما نتحدث عن العقوبات برايك الان هل هناك قدره ايرانيه على زياده التمويل لهذه البرامج؟ كيف سيؤثر ذلك برايك على موازنه الدوله على وضع الاقتصاد الايراني؟ هل يسمح الان الاقتصاد بصرف هذه الاموال بهذا الشكل؟ الاقتصاد طبعا ليس في حال جيد فأسعار النفط على في المستوى الحالي ومع زيادة عدد السكان في البلد ومع كل المشكلات التي تواجهها الحكومة يوميا لإدارة الاقتصاد بالطبع بطبع رقم مثل هذا سيؤثر على الاقتصاد على الأقل في المدى القصير سيؤثر سلبيا. أه، ولكن ايران طبعا كما قلت لديها حكومه أه، تتولى الامور اليوميه لاداره البلد وايضا لديها حركات ونشاط بدات بايه الله الخميني و أه، وهدفه الاكبر هو المنطقه الخميني قال للجميع بان الثوره ليست فقط في ايران انها لكل المنطقه إذا هم ما يفعلونه بقوات القدس وبشيعات الميليشية وما يفعلونه كما قلت بكل تلك الميليشيات وبالصواريخ الباليستية كله هذا هو الالتزام التزام الخميني الذي قطعه إذا مهما ساء الاقتصاد فستكون هناك أموال تصرف لمساعدة البرنامج برنامج الصاروخ والميليشيات الشيعية قلت أن جزء مهم من هذه الأموال سيذهب لهذه الميليشيات لو نظرنا هذه الميليشيات تعمل أكثر يعني شيء في سوريا ثم العراق لكن نلاحظ أن الحاجة إليها ربما نظريا على الأقل تراجعت في العراق وسوريا لأن في العراق الموصل تم استعادتها المناطق الباقية من داعش أقل في سوريا أيضا هناك تخفيض للتصعيد لماذا إذا برأيك يزداد المال الذي سيذهب لهذه الميليشيات؟ هل هناك استعداد إيراني ربما لحرب قادمة أصعب في سوريا من الآن تخطط لها مثلا؟ هذا سؤال وجيه جدا. أنا أتفق معك تماما بأن الحرب في سوريا والعراق الآن بدأت تنخفض أو ينخفض وجه وهجها وطبعا كما قلت هذا ربما سيحرر بعض الميليشيات الشيعية التي يمكن أن تعمل في ذينك البلدين ولكن إيران يمكن أن تستعمل تلك الميليشيات في, في مناطق أخرى في المنطقة ليس فقط في الخليج أو في الشام والعراق ولكن أيضا في أفغانستان وباكستان إذا ساءت الأمور بالنسبة لإيران مثلا الميليشيات الشيعية التي تحارب في سوريا منها حوالي خمسون أو عشرون ألف من الشيعة أو من الشيعة الأفغان يقاتلون هناك وهم يقاتلون تحت قيادة الجنرال سليماني تلك الميليشيات يمكن أن تكون دائما مستعدة لنشرها في أفغانستان مثلا حينما يرى النظام الإيراني أن استعمالها هناك سيخدم مصلحة فكذراع لايران في لتوسعه في توسيع نفوذه في افغانستان وهذا ينطبق ايضا على الاردن والكويت وايضا مناطق اخرى في الشرق الاوسط إذن هم ليسوا بحاجه فقط للقتال في اليمن او في العراق او في سوريا انهم يتطلعون الى المنطقه بمنظور واسع وكما قلت حتى افغانستان ولبنان وسوريا وايضا الحدود مع اسرائيل طيب كان هناك جدل قد ثار في إيران قبل أيام مع تعيين وزير الدفاع الجديد أمير حاتمي الذي قيل بأنه لأول مرة منذ عشرين سنة لا يكون وزير الدفاع من الحرس الثوري وإنما من الجيش واعتبرت هذه ربما خطوة جيدة من قبل الرئيس روحاني لكن الآن جاء موضوع هذه الميزانية الإضافية للحرس الثوري برايك هل يعني هذه الخطوه خطوه تعيين وزير دفاع من خارج الحرس الثوري لها اي قيمه او اي معنى لا, لا إذا نظرنا إلى سياسة إيران، فهذا الأمر طبعا كما قلت ليس له أي رابط الأمر يتعلق كما قلت بالأشخاص المعتدلين داخل إيران والذين يأملون بأن حكومة روحاني ربما ستكون معتدلة أكثر ولكن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية فتلك السياسات لا تقوم بها الحكومة الإيرانية انها يقودها طبعا اية الله خامنئي والجنرال حتمي طبعا هو قريب ايضا من من الحرس الثوري وهو ليس بعيدا عنهم هو عمل معهم من كثب اذا ايا كان من يقود وزاره الدفاع فان سياسات الاقليم والسياسات الخارجيه سيديرها طبعا المرشد اية الله خامنئي وتطبقها طبعا قوات القدس التي يقودها الجنرال سليمان وهذا التعيين كما قلت لن يغير أي شيء الميليشيات الشيعية طبعا ستحصل على تلك القوة وذلك التوسع فلديهم الآن 250 ألف من العرب والأفغان والباكستانيين الشباب الذين هم مدربون من قوات القدس ليلعبوا دورا للمدفعية بالنسبة لقوات القدس وهناك طريق ثاني يريد طبعا يريدون أن يوسعوا البرنامج ويطوروا البرنامج الباليستي إذا كما قلت هناك مليارات او 520 520 ملي... خمس وعشر... مليون دولار تركز على توسيع النفوذ الايراني في المنطقه شكرا شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى نادر اوسكوي